بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. سيد مستشار المحترم، أولا أشكرك على هذا السؤال، حيث أن ارتفاع عدد المسنين بالمغرب بدأ يعرف وتيرة سريعة، وبدأت تنقلب الهرم السكاني من قاعدة شابة إلى قاعدة شائخة. لذلك لا بد أن نهتم بهذا الموضوع، فنحن انطلقنا من لا شيء في هذا المجال على اعتبار أن هذه ظاهرة أفرزها المجتمع المغربي مع الوقت، وبالتالي لم يكن فيها أي تراكم. بدأنا أولا بحملات تحسيسية من أجل تقليص الفجوة بين الأجيال من جهة، وكذلك تنبيه المجتمع المغربي إلى ضرورة التضامن بين الأجيال، وأن لا نتخلى على المسنين عن أبائنا وأجدادنا في الشارع، وأن نتمتع بحياتنا وكأن لا ليس هناك أي رابطة بيننا وبين مسنينا. إذن كان بالنسبة لنا إطلاق حملات تحسيسية ذات أهمية بالغة في إطلاق هذا الورش الكبير المسنين. لا ننسى أن هناك بعض المسنين ما عندهمش أبناء ولا ما عندهمش معيلين، فاهتممنا بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. اليوم كاين شيء جديد في هذا الباب. أولا نسخنا القانون 1405 المتعلق بفتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بقانون جديد 65-15. شنو فيه؟ فيه جوج الحوايج لفائدة المسنين. أولا التكفل عن بعد، واحد بغى يبقى في داره ولكن بغى ديك الخدمات توصل عنده بغاش يمشي للمؤسسات، وكذلك التكفل بعوض، واحد عنده واحد لاغوتغيت مريحة وما بغاش يمشي للمؤسسة ولا بغى يمشي للمؤسسة ويدفع مقابل الخدمات الضرورية اللي باغي واحد العوض. الآن هذا القانون بين أيديكم، أحيل على مجلس المستشارين في هذه الآونة الأخيرة، نتمنى أنه يخرج في أقرب وقت. ما ننسوش كذلك أننا درنا مرصد الأشخاص المسنين في السنة الماضية على اعتبار أننا نحتاج إلى مواكبة هذا التطور المجتمعي برصد الظاهرة من جهة وكذلك تجميع المعطيات. السنة الماضية وهذه السنة في الحقيقة ركزنا على مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالمسنين، وعبئنا لها 3 مليار و400 مليون سنتيم لإصلاح البنية. اليوم تقدر تمشي لأي دار مسن ما تلقاش عندها خصاص لا في التجهيز ديالها ولا في البناية ديالها. علاش؟ لأننا غطينا جميع الخصاص، وبالتالي كنظن أنه كان واحد المجهود معتبر في هذا المجال، ولا بد أن يبذل جهد آخر حسب الاحتياجات ديال الأشخاص المسنين في هذا البلد.